مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. بعتذر عن الانقطاع الفترة الماضية، وإن شاء الله بإذن الله رح يكون في فيديوهات مستمرة بشكل دائم أو مستمر. اليوم بدي أحكي بالفيديو اليوم عن موضوع كتير مهم، هو السبب الرئيسي بتخلفنا. شو هو؟ من وجهة نظري طبعا، ومن خلال أنا مساهمتي بكتاب الدولة والمجتمع، نشوء المدن وهلاك القرى يلي ساهمت فيه أنا ووالدي. هلأ من وجهة نظري اليوم حبلش بوحدة من الأسباب وبنكمل بالفيديوهات اللي بعدها. اليوم حأحكي عن واحد أهم سبب برأيي، هو طريقة تعاملنا مع التراث وخاصة الإسلامي منه، الشق الديني الإسلامي منه. مو هو التراث نفسه اللي أنتجه التراث، ما توقعوا منا انه نحن نوقف عنده. هذا السبب الرئيسي بتخلفنا، هو انه وقفنا عند التراث وما طورنا عليه، وخاصة الشق الإسلامي منه. اليوم حبلش بأول مثال، اعتبار أفعال الصحابة بعد وفاة الرسول هو إسلام أو دين، وهي ليست كذلك. أفعال الصحابة هي اجتهاد إنساني بحت، ومثال على ذلك وقت اللي تم تنحية الأنصار بالسقيفة، باعتبار أنه الأئمة لازم يكونوا بس من قريش. هذا هو اجتهاد إنساني بحت، صار جزء من الدين، وظل مئات السنين الأئمة من قريش، إن كانوا أمويين ولا عباسيين، حتى الخلفاء الراشدين كلهم كانوا من قريش. وبعد ذلك ولحد هذه اللحظة هناك من يعتبر أن الشرعية يجب اللي بيكتسبها الحاكم انه يكون من قريش. لهلا تصوروا، هاي وحدة من الامثلة. طبعا حيكون بالفيديوهات البقية حوضح اكثر واشرح اكثر عن كل هذا الموضوع. بتمنى منكم بالتعليقات تكتبوا لي شو رأيكم بهذا الموضوع، وحتمم انا بالفيديوهات البقية شو رأيي أنا هو السبب بتخلف المجتمعات العربية.